أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بضيوفنا الكرام اللي صاروا موجودين معنا بالاستديو. أكيد بدنا نرحب بالأستاذ الدكتور علي الطعاني، وبدنا نرحب بالطلاب الموجودين معنا اللي شاركوا بمسابقة قسم الفيزياء في الفريق المشارك بمسابقة ناسا للتطبيقات الفضائية. قد ايه حلو هيك مسابقات، وقد ايه بتشجع طلابنا على الابتكار والاختراع؟ رح نعرف أكثر من خلال ضيوفنا الكرام عن هذه المسابقة وتفاصيل مشاركة الطالب أحمد الدقس، وهو طالب قسم الفيزياء من كلية العلوم جامعة البلقاء التطبيقية، وأيضا ملاك كلبوني وهي أيضا طالبة قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة البلقاء التطبيقية. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا. أهلا وسهلا فيكم على ناسا. أهلا وسهلا فيكم. يعني دكتور علي، وأنت المشرف على الفريق المشارك في هذه المسابقة، قبل ما ندخل مع الفريق المسابق المشارك والشبابنا الأردني تحديدا في جامعاتنا اليوم، بشكل عام نتحدث عن هذه المسابقة، ما هي المسابقة، واليوم في اختصاصات داخل هذه المسابقة. صحيح عن هذه المسابقة. صحيح بالفعل. صباح الخير لكم مشاهدين برنامج يوم جديد، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. يا هلا. بالفعل يعني هاي المسابقة اسمها هاكثون، لمسابقة تطبيقات ناسا للتطبيقات الفضائية. هاكثون المقصود فيها أنه ما في حد للعمر أو للمؤهل العلمي، فهي مفتوحة للجميع. حلو. وهي العبرة في المسابقة سابقة، لأن وكالة ناسا أصبحت الآن تتيح بيانات ناسا خاصة موجهة لكل الدول لكل الفئات بغض النظر عن العمر أو المؤهل العلمي. هدفها تستخدم اللي هي استثمار في العقول الشابة، وجود حلول مبتكرة لكثير من التطبيقات الفضائية. يعني في عام هذا العام 2024 جاءت ضمن 21 تحدي أطلقتها وكالة ناسا، وهي مفتوحة على موقعهم. وبالفعل ضمن رسالة جامعة البلقاء التطبيقية أنه يعكس هذا مدى الاستفادة للطالب في علوم الفضاء والفلك، كونها علوم ريادية ابتكارية. جاءت رسالة الجامعة بمشاركة أكبر عدد ممكن لفرق جامعة البلقاء، حيث يعني كان لنا نصيب ب 11 فريق شارك ضمن مسابقة ناسا التطبيقات الفضائية هذا العام، 5 منهم كانت من ضمن كلية العلوم. وبالتالي كان هدفنا السنة هاي وضع حلول ريادية ابتكارية على بعض التطبيقات. على سبيل المثال عندنا مثلا اللي هي الرياح الشمسية، كما هو معروف واحدة مثلا بشهر 5 الشمس أطلقت رياح شمسية إلى الأرض، وبالتالي صار في عندنا عاصفة جيومغناطيسية تعرضت إلى الأرض من أكثر من 20 سنة. وبالتالي ناسا خلت البيانات هذه متاحة للجميع، بحيث أنه خلق حلول ريادية ابتكارية وتصور كيف آلية أنه نخلق وعي. الهدف منها هو وعي للمجتمعات. يعني الآن الفكرة ليست بالمفهوم العلمي، بينما هي زيادة الوعي والتثقيف في مواضيع الفضاء والفلك أسوة بالتغير المناخي. يعني الآن هذا مشكلة التغير المناخي هي مشكلة واقعية، بنزيد الوعي لها حتى يصير في عندنا وعي على المجتمعات، وهي الفئة الأساسية في هذا الموضوع. لكن الآن في موضوع مثلا التغير الجيومغناطيسي مثلا التطبيقات الفضائية، أيضا ناسا هدفها زيادة الوعي في هذه العلوم، خصوصا أن علوم الفضاء والفلك أصبحت علوم ريادية ابتكارية موجهة للجميع، وأفضل مكان إسلها اللي هي طلاب الجامعة. صحيح. فكما ذكرت جامعة البلقاء شاركت ب 11 فريق، 5 كانت لكلية العلوم، كان ضمنها عندنا 5 تحديات موجودة، الآن أحمد وملاك راح يتكلموا عنها بتفصيل أكثر. عملنا إحنا زي ورش تدريبية لهم قبل ما يكون، كانت مسابقتنا الشهر الماضي في جامعة ولي العهد. وبالتالي عملية تبادل الخبرات كطلاب جامعاتنا مثلا جامعة البلقاء مع الجامعات الأخرى اكتسبوا هاي الفكرة المعرفة، العمل ضمن الفريق الواحد، لأنه إحنا فرقنا مش كانت فقط في كلية العلوم، إنما كانت مثلا تخصصات مختلفة. عندنا كان من كلية الهندسة، كلية الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، أيضا داخل التخصصات الدقيقة بكلية العلوم. فكيف أنت تشكل فريق متجانس يعمل بعض كفريق وتوزع عليهم المهام. أيضا نقطة مميزة أنه كان من ضمن الفريق الموجود كان معنا شاب سوري، مخترع سوري من خارج الجامعة، وبالتالي هو انخرط أيضا معنا كبالفرق ضمن الورشات اللي عدناها لمسابقة للتأهيل للدخول في هذه المسابقة. فهي فكرة رائعة كانت، وإن شاء الله يكون لنا يعني في المرات القادمة نصيب أكبر في أكبر عدد من في هذه إن شاء الله. بدي أنتقل لإلك أحمد، أهلا وسهلا فيك معنا بيوم جديد. عرفنا عن حالك وعرفنا عن مشاركتك بهذه المسابقة، وشو المشروع أو شو الفكرة اللي أنت داخل فيها لحتى تشارك بمسابقة وكالة ناسا؟ أنا أحمد الدقس، طالب فيزياء تطبيقية سنة ثالثة، وكاتب مقالة علمية بعنوان أسرار الكون ولادة الكون وتطوره.
شاركنا في مسابقة ناسا في تحدي يعني بيحكي عن العواصف الجيومغناطيسية وبالتحديد اللي صارت بشهر 5 في سنة 2024. هي كانت يعني أكبر عاصفة شمسية بتصل للأرض في آخر 20 سنة. أوكي. العاصفة الشمسية هي عبارة عن رياح شمسية بتطلقها الشمس بكميات كبيرة بتوصل للأرض فبتصطدم بالمجال المغناطيسي للكرة الأرضية. المجال المغناطيسي للكرة الأرضية هو عبارة عن درع بيحمي الأرض من هاي الرياح الشمسية. فهون بتظهر أحد الظواهر اللي هي شفق القطبي بعد اصطدام الرياح الشمسية بالغلاف الجوي. في هاي السنة وصل الشفق القطبي لدول المغرب العربي، الجزائر والمغرب، وصل تركيا. فكانت العاصفة يعني دليل على أنها جدا كانت قوية. كنا احنا في الفريق 5 أشخاص عملنا على يعني تقريبا فيلم وثائقي بيحكي عن الشمس وبيشرح عن كيف بتتكون العاصفة الشمسية وكيف تنتقل للأرض، ايش تأثيراتها على الأرض، وكيف ممكن احنا نقي أنفسنا من هاي العواصف الشمسية. حلو حلو جميل. يعني انا صفنت مع احمد وبيحكي ويشرح ويشرح انه عاصفة يعني شمسية وشفق. فروح لملاك. حلو. ملاك الان نتحدث عن مشاركتك في هاي المسابقة تحديدا وزي هذا المشروع، ماذا اضاف ايضا لملاك؟ اول شيء صباح الخير، يعطيكم العافية. هلا هذا المشروع اضاف يعني نحكي مخزون من المهارات كبير جدا إلي كطالبة فيزياء سنة تانية، لساتني يعني زي ما بيحكوا يدوب لسه طالعة على الحياة. فبالعكس يعني هاي كانت المسابقة فعليا يعني جسر إلي مستقبلا إني أطبق الفيزياء النظرية اللي إحنا بناخدها بالجامعات بطريقة عملية جميلة، خاصة الفيزياء الفلكية. يعني هي فيزياء جدا مميزة، ما بتدرس إحنا هذا التخصص عنا في الأردن، يعني هو بس بالدول المتقدمة أمريكا روسيا وهكذا. فبالتالي انه احنا نبلش نحاول ننخرط في مجتمعات اكبر وفي مسابقات عالميه، هذا بيدل على انه يعني كيف احكي لك، بيدل على انه كيف تطور مستوى الطلبه في بالضبط مستوى الطلبه عندنا. صحيح. وانت سنه ثانيه يعني ولسه يعني وبهذه الشركه مسابقه وايضا طموح اعلى كمان بسنه ثالثه ورابعه وحتى بعد بالزبط. ما تتخرجي ايضا يعني احنا جد نطمح انه احنا كطلاب جامعه بقاء تطبيقيه انه احنا نستمر بهذا التطور، كونه احنا قسمنا الفيزياء هو الاول على مستوى المملكه. فاحنا حلو انه احنا بلشنا بتشكيل فرقنا في هذا السنة، إن شاء الله السنة الجاي رح نطمح إنه إحنا نوصل مراكز عالمية مش بس وطنية. إن شاء الله. دكتور، قديش زي هيك مسابقات بتشجع الطلاب على إنهم يبتكروا، وخاصة هاي المسابقة حدد لنا شو طبيعة البحوث أو شو طبيعة المشاريع اللي لازم يشاركوا فيها لحتى هو يربح ويفوز بهاي المسابقة. بالضبط. يعني تعقيبا للكلام ذكر فيه أحمد وملك، كان لهم هم فيديو، أنشأوا تصميم فيديو، استخدموا بيانات وكالة ناسا. نشاهد الفيديو الآن. بحيث نعم الآن سيتم عرضه. هذا الفيديو تعريفي على موضوع اللي هو الشمس بشكل عام. فتخيل الآن الطالب بشرح هذا الموضوع العلمي المعقد بلغة مبسطة، وبالتالي هذا يصلح كفيديو تعريفي عن النشاط الشمسي، بكون لعوام الناس، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، إيش يعني صار في الشمس، كيف إحنا ممكن نحمي أرضنا فيها. وبالتالي هو هدف فيديو تعريفي تم تصميمه وإنتاجه. حلو. حتى المنتجة واللغة متاح باللغة الإنجليزية ومتاح باللغة العربية، لأنه هدف وكالة ناسا هي الوعي بلغة البلدان الموجودة فيها. يعني البلدان العربية يجب يكون هناك أفلام وثائقية باللغة العربية، زيادة الوعي زي ما تكلمت فيها، وبالتالي موجهة للمجتمعات المحلية الموجودة فيها. وبالتالي فكرتهم من هون، هم عملوا تصميم ومنتج لفيديو جميل جدا، في يعني فكرة رائعة جدا، استخدموا فيه بيانات وكالة ناسا، حتى الصور الموجودة فيها آخر صور كانت متاحة لهم استخدموا في عملية المنتج لإنتاج هذا الفيديو. ممكن نستخدمه مدارسنا بجامعاتنا. بالضبط. هي التالي هذا متاح، يعني الهدف معرفة الوعي، يعني قليل يكون تعريفي عن الفكرة. أيضا في عندنا مشاريع أخرى كانت على موضوع الكواكب الخارجية، تعريف الكواكب الخارجية. يعني الآن في عندي حوالي 5000 كوكب خارجي خارج مجموعتنا الشمسية. يعني في عوالم، في عندي شموس مثل شمسنا، في عندي كواكب زي كوكبنا موجودة بعيد خارج المجموعة الشمسية، نسميها كواكب المجموعة الشمسية أو كواكب الخارجية عفوا. وبالتالي هدفنا كمان أيضا نعرف المجتمعات المحلية بالكواكب الخارجية، كيف ممكن نصل إليها، كيف ممكن ندرسها، شو طبيعة الأسئلة اللي ممكن موجهة أو موجودة عند طلاب المدارس، طلاب الجامعات، مش موجودة عند بعض الناس الموجودة فيها. بالتالي هدفهم هي منصة عالمية، هذه المسابقة أشبه بمنصة عالمية
لتبادل الخبرات، تبادل الأفكار، تكون متاحة للجميع، ومثل ما ذكرت كانت مفتوحة للجميع، مفتوحة المصدر، متاحة بيانات ناسا بدون مؤهل علمي بدون عمر، فبالتالي هي مفتوحة للجميع، وبالتالي احنا كان هدفنا نصل لأكبر شريحة ممكن موجودة فيها. أيضا في عندنا موضوع التغير المناخي كان واحدة من التحديات اللي دخلنا فيها، انه حتى التحديات المناخيه اللي بتعاني منها الاردن، ايجاد الاماكن التي تعاني من التصحر، ايجاد اماكن من تعاني من شح المياه، درجات الحراره الموجوده في البلد، وبالتالي ايضا عملنا زي خارطه للاردن الاماكن اللي موجوده فيها ذات درجات حراره عاليه، الجفاف، حتى بعض المصادر الموجوده فيها بناء على الأقمار الصناعية اللي أتاحت لنا إياها، فهي كانت أيضا من ضمن التحديات الخمس الفرق اللي شاركوا فيها جامعة البلقاء. يعني دكتور اسمح لي أنتقل لأحمد. أحمد، اليوم أثر مشاركتك بهاي المسابقة، وإحنا دائما نشوف لما نشارك بإشي كأول مرة بيكون فيه ثغرات صغيرة أو نشوف هيك شوية مثلا يعني ناحية قوة وناحية ضعف. اليوم أكيد واجهت بعض مشاكل وشفت يعني بعد ما خلصت هاي المسابقة بدك تشوف شوي أنا وين كمان، شو الأغلاط اللي غلطتها، وين ممكن أطور من حالي، شو اكتسبت من هاي المسابقة؟ هسا هو بداية إحنا زي ما تفضلت يعني اكتسبنا هاي الخبرة، عرفنا وين أخطائنا كانت، نقاط قوة ونقاط ضعف. نعم بالضبط، عشان المرات القادمة إن شاء الله نكون في مكان أفضل. اكتسبت إنه تعرفت على مجتمع يعني هم بحبوا يطوروا من حالهم. يا سلام. يعني قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فلما تتعرف على مجتمع كلهم عندهم طموح عالي، بيشتغلوا على أنفسهم، فهذا الإشي لحاله يعني يسوي حافز. بالضبط صحيح. وانت ملاك قد ايه غير فيكي مشاركتك بهيك مسابقه، وقد ايه صار عندك جراه اكثر بتقديم افكار جديده بابتكارات جديده، او حتى انكم تصوروا فيديو زي هيك تعريفي بهاي الطريقه الحلوه كثير؟ طبعا يعني هلا اول إشي احنا يعني جامعه البلقاء التطبيقيه كثير دعمتنا في في موضوع انه احنا كيف نتجهز لهيك مسابقه عالميه. فبالتالي هي كان احد المواضيع كيف نعمل مشروع ناجح وكيف نعرضه، فمن خلاله اكتسبنا هاي المهارة كيف نعرض مشاريعنا بطريقة كتير ناجحة. بعدين كمان إحنا لما يعني انخرطنا في مجتمع جديد، في هذا المجتمع قدرنا نتعلم ونكتسب خبرات، زي ما تفضل الدكتور حكالنا إنه إحنا من خلال جامعات أخرى انخرطنا في مجتمع، بصير في تبادل معرفي، بصير في تبادل معرفي، بصير في توسيع للعلاقات. قديش العلاقات كتير مهمة إنه إحنا نوصل، هذه العلاقات كثير مهمة إنه إحنا نوصل فيها لأماكن كثير عالية. فإحنا من خلال علاقاتنا قدرنا حتى بعض ما قدر يوفر وظائف من خلال هاي العلاقات. حلو. فبالتالي طبعاً فرص عمل. بالضبط. فبالتالي توسعت معرفتي جداً جداً جداً، يعني فوق ما تتصوروا قديش إنه كانت المسابقة فيها معلومات مهمة كثير. روعة. نعم. يعني أنا بمسك الآن هاي الشهادة صح أحمد؟ صحيح. وملاك ناس. يعني أنا أيضاً للشهادة يعني نفتخر إنه إحنا نعرض شهادات شبابنا الأردني الموجود معنا الآن. ملاك وأحمد أيضاً هاي الشهادات اللي طبعاً هذه عينة، إحنا عندنا 11 فريق وخمسة كانوا كلية العلوم اللي إحنا كنا جبنا كل الشهادات عرضناهم حتى الفريق، بالتالي إحنا نفتخر إنه كجامعة بلقاء عندنا هذه النخبة المميزة من الفرق، بالتالي مركز الريادة والإبداع اللي احتضنهم خلال الأشهر الماضية، كيف قدرنا نعمل كفرق متشاركة، بالتالي هي الفكرة في الموضوع إنه كيف تخلق فرق ضمن يعني تخصصات مختلفة، خلفيات علمية مختلفة، يتعملوا ضمن هدف واحد وتشكل الفريق، بالتالي هذه كانت يعني أبرز معالم أو أهداف النجاح اللي موجود فيها، وبالتالي طلع مشاركات يعني شهادات تكريمية من وكالة ناسا لكل الطلاب المشاركين، يعني نوع من التكريم الموجود وبعض الهدايا التكريمية اللي كانت من قبل المنظمين. دكتور اسمح لي هون، يعني أنت كمشرف على شبابنا أو المشاركين في هذه المسابقة، اليوم كيف بتشوف أو بتقيم خطواتنا بهذا المجال تحديدا مع شبابنا الأردني، شباب الجامعات الموجود عندنا؟ نعم. وتطلعاتهم أيضا للمستقبل؟ للأمانة الأردن بشكل عام خطى خطوات مسارعة في موضوع علوم الفضاء والفلك وتطبيقاته، خصوصا أن هذه العلوم علوم ريادية ابتكارية، يعني لا يكاد يوم يخلو من اكتشافات علمية، وبالتالي أيضا صارت هذه العلوم، نوعية العلوم هي مصدر إلهام للشباب. إذا بتطلع الشباب الآن في مجال البرمجة، في مجال العلوم، مجال الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، هذه أصبحت من العلوم التطبيقية لعلوم الفضاء والفلك، وبالتالي صارت مصدر إلهام. كل طالب الآن بنظر إنه كيف يقدر يكون له بصمة
كيف يقدر يكون يخدم هذه العلوم التطبيقية، لأنه علوم الفضاء أصبحت هي منصة عالمية لاستقطاب الكفاءات. أكيد. بالتالي أفضل بيئة تبحث عن الكفاءات الجامعات. طيب. بالتالي ناسا لما عملت هذه موجهة بالذات الجامعات زي جامعة البلقات التطبيقية مترامية الموجودة من كل المحافظات وأعداد الموجودة فيها، بالتالي أنت بتخلق جيل مهيأ عنده المقدرة على البرمجة، المعرفة العلمية، البحث العلمي في موضوع. وبالتالي كثير من الشباب صار في عندهم شغف طموح كبير جدا كيف ينضم لهذه العلوم التطبيقية، علوم الفضاء والفلك. وبالتالي كثير كسبوا من هذه الفرق، صار الشاب والله أنا بدي أتوجه فيما بعد أنه كيف أبحث في هذه العلوم. هل مصدر إلهام حقيقي خصوصا كسياسات عامة للأردن خلال السنوات القادمة إن شاء الله. وأكيد أنت أحمد بلشت تفكر بفكرة جديدة، بمعلومة جديدة، طريقة تنفيذ جديدة لحتى تكون جاهز لمشاركة أخرى. صحيح. احكي لنا أكثر عن خططك. طيب. المستقبلية، وشو بتحب، شو بتطمح أنت تكون بالحياة؟ يعني ممكن نشوفك مثلا رائد فضاء؟ هسه هو صراحة يعني أنا حاليا بحب أعطي اللي عندي، أي معلومة عندي بحب أعطيها. فحاليا بشتغل على أنه أصير أعمل محاضرات في علوم الفضاء والفلك وأصير أعطيها للطلاب في الأردن. حلو حلو. نعم. ملاك يعني انت سنه ثانيه الان، سنه رابعه، وين بقولوا احنا الصبايا قلبنا اقوى، شو رايك يا ملاك؟ طبعا هلا انا بصراحه يعني حابه ان احنا نوصل حتى لموضوع انه نصير ندرس هذا الشيء في مدارسنا. انا بصراحه من ابرز يعني طموحاتي في هالحياه اني ادرس واني اعلم الطلاب. جميل. فهاي اوكي طموحات يمكن جانبيه شوي ولكن كثير ضروريه، فانا بدي اوصل لانه احنا نعلم طلابنا بالمدارس لحتى يبتكروا اشياء اكثر. احنا الطلاب الاطفال اللي عندنا في المدارس عندهم افكار ابداعيه اكثر من الاكبر منهم، فبالتالي احنا لازم نستغل الفكر اللي عندهم بحيث نطور عندنا الاردن، نوصلها لمراحل عالميه ان شاء الله، ونحببهم بماده الفيزياء. قد ايه في طلاب وطالبات فعلا بيستصعبوا ماده الفيزياء، بس لما بتكون في مواد تعريفيه بسيطه بطريقه مثل ما انتم قمتوا بالفيديو فعلا بتشجعوا والمعلومه بترسخ، صعب انها تروح. بصير يحبوا التخصص كمان. كثير بتفرق. من اجمل التخصصات تخصص الفيزياء فعليا. يعني بنشكركم بهذا الصباح ويعطيكم الف عافيه بصراحه، ان شاء الله ترفعوا الراس وان شاء الله لكم مستقبل يكون جميل ومزدهر باذن الله. شكرا دكتور. شكرا.